أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أن يقال توكلت على الله ثم عليك، أم أن التوكل عبادة قلبية؟ التوكل بهذا اللفظ عبادة، ما تصرف لغير الله عز وجل، فلا يقول توكلت على الله ثم عليك، ولكن يقول توكلت على الله ثم وكلتك. وكلتك الوكالة، ما هو بالتوكل، الوكالة. نعم.